المعصومين المنتجبين وعلى أهل بيتك المظلومين المشردين عن الأوطان. سادتي ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسرج الظلم غريب، يا مظلوم كربلاء. روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن يسكن إلى المؤمن كما يسكن الظمآن إلى الماء البارد. صدق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور، نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. السلام عليك. لا شك ولا ريب أن الروايات تدل على عظمة المؤمن وحرمته عند الله عز وجل، وقد وردت روايات صحيحة ومهمة في هذا الأمر، وأنا أذكر إن شاء الله بعض العناوين المهمة الأساسية في هذا الصدد من خلال بعض روايات أهل البيت عليهم السلام. وقبل ذلك أذكر هذه الرواية، الرواية عن الرسول الأعظم، أو عفوا عن الإبل عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث قال الراوي: النظر يعني الرسول إلى الكعبة فقال: مرحبا بالبيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك على الله. ثم قال: والله للمؤمن أعظم حرمة منك. البيت يعني بيت الله. قال: لأن الله حرم منك واحدة ومن المؤمن ثلاثة: ماله ودمه، وأن يظن به ظن السوء. يعني حرام أن يظن بالمؤمن ظن شنو؟ ظن السوء. يعني لازم تظن بالمؤمن ظن الخير. طيب، الإمام الصادق عليه السلام قال: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. رواية أيضا أخرى: إن الله جل ثناءه يقول: وعزتي وجلالي ما خلقت من خلقي خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن. وهكذا
إذن هاي المقدمة من الروايات فعلا تدلل لنا حرمة المؤمن، عظمة عند الله عز وجل. طيب السؤال، كيف إحنا ينبغي أن نتعامل مع المؤمنين؟ بأي نحو، بأي كيفية؟ قلت لك أنا هاي العنوان طويل، أنا أذكر بعض العناوين، بس حتما يدور في بال الأخوة، وقد ذكرت سابقا هذا الأمر قبل أيام، فقد يسأل سؤال: من هو المؤمن؟ المؤمن منه؟ فنحتاج إلى أوصاف، ترجع إلى الآية تعطيك أوصاف قد أفلح المؤمنون، وتعطينا شنو؟ أوصاف للمؤمنين. فإحنا سألنا أيضا: هل أن كل مؤمن شيعي؟ وهل أن كل شيعي موال هو مؤمن؟ جاوبت باختصار وقلت لك هذا يحتاج إلى بسط بحث يعني، بس بكرر الإجابة المختصرة، نقول نعم كل مؤمن هو شيعي وموالي، لكن ليس كل شيعي وموالي هو شنو؟ هو مؤمن. وضربنا أمثلة، قلت لقد إنسان يوالي أهل البيت، يقول أنا أحب أهل البيت أواليهم لكن ما يصلي، يواليهم لكن ما عنده التزام بالحرام والحلال، يواليهم يعني يحبهم، يقول هو إثنا عشري أنا إثنا عشري لكن هو مخالف لعمل تعاليم السماء. بس أنا أطرح هذه الرواية رواية الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المقام، وعندنا روايات، قال: ليس كل من قال بولايتنا مؤمنا، صريحة، ليس كل من قال بولايتنا مؤمنا، ولكن شوف الاستدراك، جعلوا أنسا للمؤمنين. يعني إذا مثلا المؤمنين موجودين وياهم بعد افترض مثلا 60-70 يسوي شنو؟ يستأنسون بهم، اسمهم فيهم محسوبين على شنو؟ على التشيع. ومثل ما أن بعض الناس محسوبين على الإسلام ولكن لا يعرفون من الإسلام إلا شنو؟ إلا اسمه موجود. فإذن ليس كل موالي وكل شيعي يقول هو شنو؟ مؤمن. نعم إحنا محمول على الظاهر، فإحنا السؤال هذا المؤمن كيف يكون مع المؤمن؟ جيرانك من المؤمنين، أهلك من المؤمنين، أهل منطقتك من المؤمنين، كيف يا ترى تعاملك ينبغي أن يكون مع المؤمنين؟ من خلال هذه الروايات التي سوف نتطرق إليها من خلال بعض العناوين، نعم يتبين لنا عظمة المؤمن، وينبغي أن يكون الإنسان كثير الحذر، أكررها، كثير الحذر في التعامل مع المؤمن. ليش؟ لأن له حرمة عند الله، له عظمة عند الله. أول الأمور الرواية التي صدرتها الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن يسكن إلى المؤمن. فعلا أن هذا المؤمن قد تصيبه المشاكل، تصيبه الظروف الاقتصادية، يصيبه ظرفا اجتماعيا، يصير عنده مشكلة معينة، فتراه في نفسه قلقا مضطربا متأذيا من داخله، أين يذهب؟ الله جعل إليه وسائل،
صحيح ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بس ترى الإنسان يحتاج إلى من يأنس إليه، من يسكر روعته عنده، من يخفف عليه آلامه. من هو هذا؟ المؤمن، أخوك المؤمن. المؤمن سكن إليك، المؤمن نعم يهدئ قلبك، يهدئ روعتك. المؤمن من المفترض أن يكون محل الارتواء إليك، كما يرتوي الظمآن بالماء البارد. ترى تمثيل مهم، أنتم شايفين كيف الظمآن؟ هذا الظمآن الذي يصل إلى ذروته في العطش، إذا حصل على الماء البارد شقد نعم ترد روحه وترد حياته وينتعش انتعاشا بسبب ذلك الماء البارد الذي سكن عطشه. المؤمن كذيها، إذا تروح تقعد يا المؤمن وأنت متأذي نفسيا، قلق من مشكلة معينة، المفترض أن يكون هذا المؤمن محل سكن إليك، محل هدوء، محل سكينة. وهذا من الروائع من كلام الأئمة، أن يشبه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام شيئا معقولا معنويا بشيء شنو؟ مادي، لأن الماء أمر مادي، وهناك عندنا أمر معنوي ما عندنا مادي، فشبه الإمام القضية المعنوية بالقضية شنو؟ المادية. عموما هذا موقف مهم من المواقف لهذا المؤمن، شوف عظمته، الله جعل شنو سكن إليك. بعد الروايات الموقف الآخر حتى تشوف شيف عظمة المؤمن، روايات متعددة وكثيرة في هذا المقام تتكلم عن أن المؤمن الله يدفع به شنو؟ البلاء، ويدفع به الفناء عن قرية معينة، عن محلة معينة، قد تصيبها ماذا؟ قد تصيبها البلاء، قد يصيبها مشكلة معينة، لكن لوجود هالمؤمن هذا الله يدفع شنو؟ يدفع البلاء، يدفع الفناء. وهذا فعلا احنا هذا كما يقال في الأنبياء عليهم السلام، مثلا أنبياء كثر، خذ مثال نبي الله لوط عليه السلام، فلما جو إلى الملائكة وقالوا ليه خلاص ترى هاي المنطقة ما منها صلاح، ما منها، وإحنا من زمان نبغى ننزل شنو العذاب عليهم، لكن أنت شنو؟ أنت فيهم، ما نقدر بعد، أنت قاعد الآن قعدتك هذه تدفع البلاء شنو عنهم، ولا إذا لم ما يستحقون فلازم أنت تطلع. وفعلا مجرد أن طلع وأخرجه جبرائيل، جبرائيل ضرب بجناحيه ضربة واحدة فقلب الأرض رأسا على شنو؟ على عقب، انقلبت بهم، ما خلاص كلهم ما منهم فائدة. فساعات المؤمن أو المنطقة الله يدفع البلاء فيها عن بسبب هذا المؤمن، بسبب هذا النبي، بل بعض الأحيان الكرة الأرضية، احنا نقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، شقد عندنا روايات في هذا المقام مضامين، هاي لو ما الإمام الحجة موجود في على هذه الأرض هاي تبقى بعد؟ ما تبقى لكثرة شنو الفساد والإفساد الموجود. ولذلك ببركة المؤمنين، قد واحد يقول خبق كنا نجد أنه يصابون بأمور، يصابون بآفات، يصابون بمرض، يصابون، شلون الله ليش ما يدفع عنهم؟ وإلا كان بصيرون كل دنين مثلا أصحاء غير مرضى. لا، هذا إليه ربط، نفس كلامنا بالبارحة، أكو مصلحة، أنت ظاهره شنو نقمة، لكن في واقعه هو رحمة، الله ينزل رحمات على المؤمنين.
على كل التقادير. ولا ننسى كلمة الفناء، الفناء يعني يفنيها عن آخرها، يهلكهم، لكن لوجود هؤلاء المؤمنين. هذا موقف أيضا آخر لعظمة شنو؟ لعظمة المؤمن. الموقف الآخر أيها الأحبة، وهذا يكون نتأمل فيه، الرواية على المؤمن. شلون الرواية على المؤمن؟ الرواية على المؤمن هذا بشكل عام أن تروي، نعم، رواية عن المؤمن، وتأتي بكلام عن مؤمن ما. وخلق بين قوسين هنا، بين قوسين، ها، يكون نلتفت، نعم، إلى القضايا التي بين أيدينا من خلال التواصل الاجتماعي في الواتساب، فيسبوك، انستغرام، حذاري، نعم، أن ننقل كلاما من هنا إلى أطراف آخرين ونحن لا نعلم عن من هو. هذا قد يكون عن شنو؟ عن مؤمن، قصة، نكتة، كلام، رواية. الآن مو محل الكلام أنك تؤثن أو لا تؤثن، أنت تدري لو ما تدري، ملتفت لو مو ملتفت. إحنا نحذر بشكل عام، أقول لعله هذا الكلام وهذه الرواية وهذا الحكي اللي أنت تنقله، وإحنا طبيعتنا اليوم سيدة من نجي سيدة، نعم، لصق وطرش، لصق وطرش. طيب هذه عمن؟ بخصوص من؟ فقد أقول تكون عن مؤمن، قد تكون عن شخص. ولذلك حتى في مجال الصور وحتى في مجال الفيديوهات أقول حذاري، يعني نحن نحذر. ساعات حتى عن قشمراء توصل جماعة يصورون واحد عن قشمرة وطرشونا إلى مجموعة كلها قشمرة، هذا يطرش إلى ذاك، هذا يطرش إلى هذا، وتالي تنتشر. وإذا الشغلة يمكن من اثنين وثلاثة هم يقولون احنا والله نتقشمر ونمزح، بس ما درينا هالشكل. لا، ما في ما دريت. اليوم تصل إلى أبعد الحدود. ولذلك الروايات تحذرنا، وإن كان هني قاعدة تشدد بشكل خاص. قال الإمام الصادق: من روى على مؤمن رواية. هني قلت لك خصصها الإمام، قال يريد بها شينة وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس. النقد مطلوب، انتقد لا بأس، لكن حذاري أن يكون انتقادك لفلان من الناس، لخطيب معين، لرجلين، لكلمة هنا أو هناك، حذاري أن تكون من أجل إسقاط شنو؟ شخصه. حذاري أن يكون من أجل هدم مروءته. حذاري أن يكون هناك غرض غير سليم. لا بأس النقد، لا بأس، نعم، أن تأتي برواية، ولكن إذا كانت هذه الرواية يقول الإمام يريد بها شينة وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس، شوف الرواية، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان. بعد توقف لهني الرواية؟ لا، قال فلا يقبله الشيطان. هي ما يبغي الشيطان، ما يبغي. بس وين الفدلكة العلمية في هالرواية؟ أنا أقول لك، شوفوا أيها الأحبة، الشيطان عندما عارض آدم عليه السلام، وين المشكلة كانت؟ المشكلة قضية واحدة، وهي أن الشيطان وهو إبليس عصى الله ورفض أن يسجد لآدم. قال أنا خلقتني من نار وآدم خلقته من طين، وما يمكن للنار أن يسجد للطين،
فأنا أفضل منه، كيف أنا أسجد إليه؟ فرفض. لكن ما عندنا رواية ولا عندنا آية أن إبليس شهر بمن؟ بآدم. ما عندنا، ما شفتنا رواية على أن إبليس أراد أن يسقط آدم في أعين شنو؟ في أعين الملائكة. لم نرى رواية مثلا أو آية على أن إبليس أراد أن يسقط مروءة آدم وحواء عند الملائكة، لأن بشر خب ما موجودين عند الملائكة. كل ما فعله إبليس قال أنا شنو ما أسجد إليه، ما تسجد، أنا أطردك من رحمتي، قام أطردني بس أنا ما أسجد، وطرد من رحمته. لكن هذا المؤمن الذي يشهر بمؤمن، قلت لك هذا المؤمن أيا كان، هذا المؤمن الذي يتكلم على مؤمن من أجل شنو؟ تسقيطه، هدم مروءته، شين بين الناس، شاف يعني أنه شوي محبوب، قال أنا هاي شايف أنا شوي أخلي الناس تسقطه من عيونهم، كيف أسوي؟ فقام يختلق شيء، يفعل شيء معين، ينتقده في أمر معين، ها؟ من أجل هذا فهني حصلت عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى العصيان، فهو عصى الله مو صح؟ لأن الله قال لي لا، وهو عصى الله بعد. والمشكلة الثانية أنه أراد أن يسقطه في أعين الآخرين، وهذا ما لا يفعله من؟ الشيطان لآدم. الشيطان لم يسقط مروءة آدم ولم يسقط عظمة آدم في أعين الملائكة، بينما المؤمن يريد أن يسقط مروءة المؤمن، عظمة المؤمن، يريد شينه في نظر الناس، وهذه بعد تعتبر جريمة ثانية. ولذلك الشيطان ما يقبله، يقول لي أنا ما سويت كذي في آدم، وأنت تسوي في أخوك المؤمن هكذا. ولذلك عليكم أن تدققوا في الرواية، سوف ترون كيف أن المعنى خطير. فالرواية على المؤمن بشكل عام جدا خطير، إليها مساوئ. أذكر لكم قصة لطيفة، أنه أحد أئمة الجماعة، إمام جماعة في المحراب، ما صار وقت الصلاة، كأنه احتاج إلى الحمام، طلع راح إلى وين؟ إلى الحمام. دخل أكو واحد هناك هم مؤمن يصلي خلفه، وهو قاعد ينتظر يتوضأ. فطلع هذا إمام الجماعة تكرم من المرحاض مباشرة سيدة مشى ما توضأ. قال أجيها ليش ما توضأ؟ طلع من الحمام ولا توضأ، شلون بيصلي ابنه؟ راح قال سبحان الله. فجأة قال هذا يا جماعة بيصلي فينا وبلا وضوء، ليش؟ قال أنا شفته دخل التواليت وطلع وما توضأ، وسيدج من التواليت إلى وين؟ إلى المحراب، أنا شفته بعيوني. فيا هذا قاعد يصلي ابنه من غير وضوء، ترى هذا بعد نقل ذاك. قالوا هذا الشيخ ترى شري قصته ما توضأ، وجي واحد بعد احنا الحبة لبة. قال ترى هذا الشيخ ما هذاك تحكى عن هالصلاة، هذا لا زيدها. وإذا نعم نظر الشيخ في فرض المغرب، بعد فرض المغرب قاعد يصلي، التفت ترى ما أحد وراي، وين راحوا هالمصلين؟ انتشر الخبر ترى الشيخ يصلي بلا وضوء، صار منبوذ في المنطقة، إلى درجة أنه اضطر أن يطلع شنو من المنطقة. من أولا صار بداله؟ هذا اللي طلع الحجوة.
قالوا له تعال انت قريب واقرب واحد من الشيخ. وجا وصلى صلى وجت ايام واحتاج الى المرحاض وراح الى المرحاض، عصر بطنه كذا ما في شيء، رد طلع ما توضى سيده راح الى التواليت، هني تذكر قال اوه يمكن الشيخ بعد كذي، الحين ما في فايده، قال يمكن ذاك الشيخ اللي انا طلعت عليه انه ما توضى يمكن حاله مثل شنو مثل حالي، انا هذا انا ما احتجت الى الوضوء. وطلعت من التواليت الى وانا الى المحراب ولا توضيت، هذا زين. بعد شوي التفت لروحه راح اعتذر للشيخ، قال لي يا شيخ ترى انا اللي طلعت عنك الحشوة، شفتك طلعت وكذا، ارجو ان تقبل اعتذاري. قال لي ما يخالف انا اقبل اعتذارك، اقبل اعتذارك بس بشرط. شنو هالشرط؟ قال لي ان يصل هذا الاعتذار وان ترفع هذه الظن والتهمة والرواية اللي رويتها علي انا ها عند كل من سمعها. قال وين احصلهم؟ هذه مو شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين والناس كلها عرفت، ويمكن ناس برا المنطقة. قال لي بعد والله ما ادري، انت وتكليفك عليك ان تزيل هذه الرواية عن اذهن كل من سمعها. وذلك خطير الوضع هذا، مؤمن لا تحدث الآخرين بكل شيء تراه وتظن فيه، فإن الرواية عن المؤمن مهلكة، مهلكة هي الهلاك، ولذلك تحذير في الروايات. هذا أمر. الأمر الآخر حجب المؤمن، حجب المؤمن. كيف يعني حجب المؤمن؟ حجب المؤمن أن تمنعه من الوصول إليك، أن يكون في مشكلة يريد منك قضاء حاجة، ما نتحكى عن قضائها وعدم قضائها، أساساً أنت تحجبه عنك، أنت لا تريد أن تلقاه، أنت تجعل موانع في شنو؟ في عدم اللقاء به. هو مؤمن، ومؤمن باصطلاحنا قلنا شنو؟ ملتزم ظاهرا، يعني صلي صايم ملتزم، فتمنعه من اللقاء بك، تحجبه عنك. نعم الآن خب ينبغي ملاحظة الأوقات، يعني افترض بعض الأحيان إنسان الساعة 2 شوي داق عليك الباب وقت راحتك، يعني أنت تبغى تنام، يعني ملاحظة الأوقات. ولذلك لا يصح حجب المؤمنين. من هنا وردت الروايات عن أهل بيت العصمة كما ورد عن الإمام الصادق: أيما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب، ضرب الله عز وجل بينه وبين الجنة 70,000 سور. نفكر هنا، أنا والله اتصلت بواحد من الأخوة قلت له السلام عليكم، عليكم السلام، أبغى أمر عليك عندي قضية. لا 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 رجاء أنا مشغول وأنا كذا. ما يخالف اليوم مشغول، باكر عقب باكر. لا لا تجيني، خطير هذا، يعني ما يضرك ما يضرك، استمع له، إن استطعت نعم على قضاء حاجة أقضيها له، شوف الوقت المناسب. المهم أن حجب المؤمن مع ملاحظة الظروف بطبيعة الحال. ولذلك تلاحظون كيف أن بيوت أهل البيت دائما شنو؟ مفتوحة، غير مغلقة، غير مغلقة. احنا ما نتحكى عن باب الله الآن لأنه مفتوح غير مغلق، احنا نتحكى عن البشر. ولذلك أهل البيت يجي واحد ساعات بالليل، يجي واحد ساعات الظهر، يجي واحد ساعات الصبح، يجي عصر، غير مغلق. مع أننا نعم ينبغي أن نلاحظ أوقات معينة يجب أن لا نزعج فيها الآخرين، بس بشكل عام
قال الإمام عليه السلام: ضرب الله عز وجل بينه وبين الجنة 70,000 سور. اسمع الرواية: ما بين السور إلى السور مسيرة 1000 عام. تتحكي عن الآخرة، عن الآخرة مسيرة 1000 عام بين السور والسور، بينما هو 70,000 سور. قضية أخروية، كما يقول السيد الإمام: أنت مهما تعمقت لن تصل إلى حقيقتها. شنو طبيعتها؟ إلى وين توصل؟ هاي ما تقدر أنت. ولذلك قلت لكم مرة كلام، نحن في الدنيا عن طبيعة النفس ما نقدر الآن نوصل إليها. اللي شخص عنده شنو شيء علم من الكتاب، قال لي أنا أجيب عرش بلقيس قبل أن يرتد إليك شنو طرفك، يعني أنت تفتح تغمض وتفتح بتشوفه قدامك. عجيب، هذا هو قضية مادية، ما بالك بالقضية الأخروية؟ على كل التقادير هذا الأمر. الأمر الأخير، طبعا هناك عدة أمور حتى أنا كاتبينها بس ما يمدي أن نطرحها كلها. الأمر الأخير: لا تخيف مؤمنا، إياك أن تخيف مؤمنا أيا كان وبأي كيفية كانت. عليك أن لا تخيف ولا تهدد إنسانا مؤمنا، يمكن لأنك أقوى منه فتخيفه. حذاري الآن بنقرأ الرواية، يمكن أنت عندك سلطة تخوفه، يمكن أنت عندك جاه تخوفه بأي شيء، يعني أن تدخل في قلبه شنو الرعب والخوف منك أو من أمر معين. حذاري عاقبته وخيمة، حتى ولو من خلال ضربة تهدده، أنت تعرفه مؤمن يعني، لكن تقوم أنت تهدده: أنا سأفعل، أنا كذا وأنا كذا. ولذلك شوف حتى في العلاقات الزوجية، ترى قضية خطيرة هاي العلاقات الزوجية، الرجل يخوف المرأة، هي مؤمنة لكن يخوفها، يخوفها بطردها، يخوفها بضرب، يخوفها بسلب حقوق، يخوفها كلها حذاري منها، كلها لها عليها إثم عظيم وكبير. ولذلك الرواية ما جابت هذه المصادق، جابت أدنى مصداق، أدنى مصداق. شنو أدنى مصداق؟ شوف لاحظ تعبير الإمام: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها. بس الطالع أنت كذي خزيته وخاف ارتعد منك، وفرضنا أنه شنو مؤمن. نعم يمكن ساعات تصير من باب التأديب إلى ولد، افترض ولدي أنا تأديب أنظر إلى هذا، الآن خارج تخصصا خارج، بس بالشكل العام أن تنظر إلى مؤمن نظرة لتخيفه به. عجيب، ليش قال الإمام نظرة؟ لأن هذا أقل شيء، مثل الآية اللي قالت شنو: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أقل شيء شنو أف، مو صح؟ أقل شيء أف، أن تقول لوالديك أف، أبوك يطلب منك طلب تقول له أف، أمك تطلب منك طلب تقول لها أف، هذا منهي عنه لو مو منهي؟ منهي. زين ليش قالوا أف؟ قالوا لأن هذا أقل شيء تقريبا يسويه شنو الولد اتجاه والديه، فهو مأثوم. ها يعني اللي أكبر بعد شنو محرم؟ عنادهما، ضربهما، دفعهما، ما بعرف إيش، هاي بعد كل أعظم شنو. هو مدام ذكر أوف كمصداق، المصادق الأكبر حتما محرمة.
الإمام قاعد يقول من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. بنظرة تخوف مؤمن الله عز وجل يخيفك في ذلك اليوم. خب إخافة الله كيف؟ إليها طرق. فأقول أنه إذا كان أعلى تخيفه بضرب، تخيفه بتهديد، تخيفه هاي بعد يصير شنو؟ يصير أعظم بطبيعة الحال. ولذلك حذاري أن تخوف وتروع مؤمنا، فما حال من روع بنات رسول الله، وما حال من روع بنات الرسالة. روعوهم بالليل، روعوهم بالنهار، أطفال صغار، روعوهم، خوفوهم، هجموا على خيامهم، أحرقوا الخيام. هؤلاء شنو حالهم؟ الذين روعوا بنات الرسالة. وهذا يصرخ وحسينا وتلك تنادي وسيدا. ما ذنب طفلة يخوفونها كرقية؟ ما ذنب طفلة كسكينة تضرب؟ ما ذنب النساء تضرب يخوفونهن ليس بنظرة، لا، وإنما بضرب، باستهزاء، بسب. فساعد الله قلب زينب العقيلة وهي ترى ذلك من أعداء الله. ولذلك أراد اللعين عمر بن سعد أن يحرق قلب زينب، يروعها ويحرق قلبها. إيش سوى اللعين؟ عند يوم الخروج قال مروا بزينب وأخوات زينب على جسد الحسين. يعني أنا أبغى أشوف زينب وهي طالعة، لكن تشوف نعم جسد أخوها على الرمضة، جثة أخوها على الرمضة. إيش حال العقيلة زينب وهي ترى الحسين جثة بلا راس، مقطع الأعضاء؟ ولذلك زينب لما مرت على جسد الحسين تتوقع بين زينب والجسد شقد؟ يعني أمتار بسيطة، يمكن مترين، يمكن ثلاثة. لذلك حتى الرواية تقول همت بأن ترمي بنفسها، يعني قريب منه كلش، خلنا نقول مترين، ثلاثة أمتار. وهذا عمر بن سعد متعمد في ذلك. من هنا يا قال الإمام زين العابدين عم زينب إن رميت بنفسك من الذي يركبك وأنا مريض؟ أريد أودع أخويا، شلون أطلع وودع ما أودع؟ قال ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. لكن شلون وداع؟ وداع بلسان الشجاع، وداع بلسان الأسى. ولذلك خاطبت رسول الله، هذه رسالة إلى القوم وإلى يومنا هذا، يعني أنا بنت رسول الله، هذا الحسين جده رسول الله. فقالت يا جدا هذا حسينك بالعراء مقطوع الرايس من القفا مسلوب العمامة والردايا ونحن بناتك سبايا وإلى الله المشتكى. ولذلك أبكت كل نعم عدو وصديق. فوجهت خطابها إلى الحسين، إلى كربلاء، صاحت يا واد كربلاء عنك مشانا
أبلي غسل وجفان خلنا ولينا غصبا علي سافريت يا مهجة حشا يا حسين يا الماضاق من قبل الذبح ما سافرت جسمك عالثرى والراس وياه فوق الرمح مشهور يبرال الضعينة لا خيروني يا خليل صبقيت وياه أقعد لعد جسمك يا نور العين وانعى لكني لو ظليت من يبرى اليتامى لا طوح الحاد وحدايب هذا الضعين. ثم نادت أبا عبد الله يعز علي مسرانا وجسمك مودع ودعتك الكافي وقد سدت علي مقاصد الآرى ما بك أصنع يا أبا الغيرة يا أبا الحمية أنت صاحب غيرة أبو علي وأنا وياي أطفال صغار وياي حرام وهذا عدو ما يرحمها وطريق الله يعلم كيف هذا الطريق لذلك لسان حالها شد قله تقل لك في الحريم بغير ولتقطع البيت والشام يا ابن امي علينا درب ابعي مشي الحريم بليل فوق الهزه المشي لو عثره النوق المحايا من لازم تمي ومحمل سكينة لو تزلزل من يجي لا لو طاح من عدنا طفيل يا ولي شيل حاد الضعن ترويعنا برد غليلة هل بر الأقفر مايات قطع الرجاج وحرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال وحريمكم توه عقلهم فقد الرجال والله ما ظل إلنا جلد الركوب لجمال ما غمضت عيني ولا ساعة من الليل بس أبو علي تعرف المصيبة بيت الدعاء تعرف المصيبة التي لا طاقة لي على تحملها مصيبة صعبة يبغى لها قلب جليد لكن قدها زينبها شنو بغوا منش يا زينب قالت يردون نسافر يا بعد أهل ونخلي يا ليت من قبل السفار نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن أم نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل هالطلب أبو علي وأنا طالعة أنا أختك زينب شقيقتك من صغار إحنا ويا بعض ولذلك عندي هالطلب يا نور عيني شنو هالطلب طلبي يا زينب
الحسين يسمع شها تقول له اخويا لا تقول لا تقول ما عندك مروه خويا لا تقول ضيعت الأخوة أنا ما أخوذ يا حسين قوة شوف الشمر بيا إيش سوى وسوط علمتوني تلوى هي زينب الكبرى. يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم بظهور إمامنا وقائدنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وأطال في عمره الشريف وجعلنا من أنصاره وشيعة والمستشهدين بين يديه. أخواني الحاضرين آبائي أمهاتي يسر أمورهم واقض حوائجهم وفقهم لما يرضيك جنبهم معاصيك. المؤسسون لهذا المأتم الشريف العاملون فيه تقبل اللهم عملهم وأعمال جميع المؤمنين والمؤمنات إلى أمواتنا وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان والعلماء والشهداء. لا بأس أنا طالعت الوقت يعني قلت يمكن أطلت على الجماعة البارحة ذكرنا لا بأس سريع في دقيقة ذكرنا البارحة قاعدة اسمها قاعدة الفراغ وقاعدة أخرى اسمها قاعدة شنو التجاوز. الحكم فيهم شنو هو ليش جابوها جابوها في مورد الشك بالذات فلو إنسان فرغ من الصلاة وخلص وشك في ركوع شك في سجود شك في قراءة شنو يقولون له أمضي وصلاتك صحيحة أو أنه تجاوز عن المحل تجاوز أنا ركعت وشكيت في القراءة يقول له عملك شنو صحيح لا ترجع هويت إلى السجود لاحظ وشككت في القراءة انتهى روح. ولذلك في مورد التجاوز عليك شنو ألا تلتفت إلى العمل. نعم في موارد معينة إما فيها إذا تجاوزت أو فرغت من العمل بعض الأحيان يكون فيه بطلان للعمل مورد مو مورد شك لا هو قاعدة الفراغ أكثر الأحيان لقضية الشك. أما بعض الأحيان أنا فراغت ولكنني علمت مو شكيت هنا يجي حكم آخر إن شاء الله نذكر ليلة بكرة. إلى أمواتنا وأموات الحاضرين والعلماء والشهداء نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.